احنا اليوم في ندوة صحفية قدمنا لممثلي مختلف وسائل الأعلام المحلية الجهوية والوطنية السادة الفاعلين الثقافيين ومكونات المجتمع المدني والمدونين مختلف الفعاليات والفقرات اللي جاءت في مضمون دورة سنة 2023 صيف 2023. حاولنا ما كان بالإمكان أن نحاول نوفق بين ما هو استعراضي بما هو تنشيطي بين ما هو في علاقة بالعروض الخصوصية اللي يختص بها المهرجان المغربي الفروسية ببوحجلة لنشاط الفروسية الاستعراضية وفروسية سباق الخيل، وإن شاء الله نكونوا وفقنا في أنه نحاولوا نتغلبوا على مختلف الصعوبات الموجودة سواء على مستوى اللوجستي في وقت اللي نحكي على البنية التحتية الثقافية في بوحجلة نظرا لانعدام فضاءات العروض ومضامير السباق وغيره، وفي علاقة بما يمكن توفيره من دعم مالي سواء من الجهات العمومية في إطار الدعم العمومي للجمعيات باعتبار نحن جمعية نسهر على تنظيم المهرجان من في دورته الأخيرة منذ سنة 2018 تقريبا. حاولنا أن نرسخ البعد المغاربي قدر الأمكان باعتبار أنه عدنا ضيوف من ليبيا من الجزائر خاصة في قطاع وفي اختصاص الفروسية الاستعراضية إضافة إلى سباقات الخيل وهي نسميها أنا الأطباق الأساسية ديما في كل الدورات، ونرى أنه إلى جانب الهيئة المديرة المهرجان وفقنا في أن منجمنا أو ما نقصنا حتى عرض من العروض المبرمجة في نشاط الفروسية وسباق الخيل ومسابقات جمال الخيل وغيره، إنما باعتبار الظروف المالية اللي تمر بها الهيئة باعتبار الدعم المالي المتوفر ما كانش بالإمكان أن نبرمج عروض مسرحية أو موسيقية واللي تكون وطأتها المالية كبيرة على المهرجان. إن شاء الله يتفهمونا جماهير المهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة، ومتأكدين أنهم باش يتفهمونا، ولكن في المقابل احنا حاطين على عاتقنا بكل إصرار وتحدي أن نعدوهم بمادة ثقافية في المستوى تليق بسمعة المهرجان وبتاريخ المهرجان وبتاريخ بوحجلة وبجهة القيروان ككل. ومناجم كان نعاود نوجه شكري لمختلف جهات الدعم سواء خاصة ورسمية اللي وفرت الدعم مش المادي كهو، إنما زاد الدعم التقني والدعم اللوجستي والفني للمهرجان طيلة الفقرات متاعه اللي باش تتواصل إن شاء الله أو تبدأ من 13 جويليا نهار الخميس 13 جويليا إلى حدود يوم الأحد 16 جويليا الجاري. وشكرا مرة أخرى. وكبت معنا المهرجان المغاربي الفروسية معنا على امتداد الدورات اللي تنظمت كل كنا متفائلين الحقيقة على الدورة اللي تعملت معنا السنة الفارطة والسنة اللي قبلها إنه يكون البرمجة أحسن يكون فما تمويل كبير، هذا اللي عرفناهم في الندوة الصحفية في عرض البرنامج من قبل الهيئة المديرة أنه تقلص التمويل اللي خلى معناها الهيئة معناها غياب بعض الفقرات أو خلينا نقوله كل الفقرات اللي تضم مثلا حفلات فنية أو مسرحية. حبيت نقول هنا روى بوحجلة ما عندهاش حتى متنفس إلا المهرجان المغاربي، علاش هذا الكل من الناس المتكلفة على الثقافة الناس اللي تسير في الثقافة كيفاش يخموا أنه منطقة فيها 120 ألف ساكن والمعتمديات المجاورة الكل جي تحضر الفقرات المهرجان ناس تحس فما معناها في تلقى فين تتفرد فرد صغارها تفرد العائلة الكل، ما رأنا إلا إنهم ينقصوا للتمويل المهرجان هذا ما يجيش، هذا روى ما هوش في وقتنا هذا إن باش نشجع الشباب على التهميش على معناها إن المهرجان يكون معناها الفقرات متاعه ما تلبيش طموح الجهة، ولكن بإصرار الهيئة المديرة فما فقرات بقات قارة اللي إن شاء الله تنال رضا الموجودين. فهمنا إنه التمويل هو ضعيف خلى الفقرات تكون ماهيش موجودة بالكم اللي كنا نستنوه. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.